الرابطة الوطنية لتخليد بطولات المقاومة تخلد ذكرى معركة تججة، وذلك من خلال ندوة حضرها عدد من الباحثين والمهتمين بالتاريخ الموريتاني. رئيس الرابطة دعا إلى إنشاء هيئة وطنية رسمية تعنى بشأن المقاومة الوطنية على غرار ما هو موجود في دول الجوار. المقاومة تعود مرجعيتها رسمية، يعني الدولة الموريتانية تعدلها إدارة حكومية، وزارة كي الجزائر وزارة المجاهدين، المغرب الهيئة السامية المندوبية السامية للمجاهدين وجيش التحرير، تونس فيها، الدول كاملة فيها إدارات فوق الوزارات كاع بها للمقاومة فوق ذا كامل. احنا ما نقل منهم مقاومة، كبار مقاومة موريتان هذا اللي نقول واحدين ما يفهم المقاومة يقوم يضحكوا. مقاومة موريتان هي أطول مقاومة عربية فوتت بين أحداثها كاملة 32 سنة. المشاركون في الندوة اعتبروا أن معركة تججة مطلع القرن العشرين تعد حدثا فاصلا في تاريخ المقاومة المسلحة، داعين إلى تخليد يوم المعركة كيوم وطني يذكر المواطنين بما انضحوا بأنفسهم من أجل استقلال البلاد. مطالبين بأن هذا النهار له ما يتم واخذ هكذا، وقطعا أن كيف تفضلوا الزملاء قارفين ومجمل ومثمنين هذه اللفتات الكريمة اللي تصدر من القيادة الوطنية لتكريم الشهداء والاهتمام بالمقاومة. اللي نقدر نربطوا بها ذي الأجيال إلا من خلال تسليط الضوء على هذه البطولات اللي قاموا بها ذي الأجيال اللي من المقاومين اللي حقيقة اللي الدور التاريخي اللي قاموا به، اللي نعتبره على أن تقزيمه إعلاميا من طرف لا عبارة لكن لا تكميل للدور السياسة الاستعمارية. وشارك في إنعاش تخليد المعركة عدد من مسؤولي الرابطة والمؤرخين والأدباء، حيث دعوا في مداخلاتهم إلى الاهتمام بتاريخ المقاومة الوطنية. وأشاد المتدخلون في الفعالية بتكريم الرئيس محمد ولي الغزواني في حفل عيد الاستقلال العام الماضي لبعض رموز المقاومة الوطنية. واستعرض المحاضرون المراحل التي مرت بها المقاومة الموريتانية، وتحديدا في بدايات دخول المستعمر حين قتل المقاومون منظر الحملة الفرنسية في موريتانيا كزافي كابولاني، حدث دفع الفرنسيين حينها وفق مؤرخين إلى الانسحاب من موريتانيا وإنهاء مشروعهم فيها عقب أحداث تججة، لكنهم عدلوا عن ذلك تحت ضغط من المؤسسة العسكرية الفرنسية.